في صحيح مسلم من حديث عمر بن عبسة أن النار تسجر كل يوم قبل الزوال. متى؟ يعني قبل أذان الظهر بما يقرب من ربع ساعة، حين يقوم قائم الظهيرة. ولذلك لا نصلي وقت ينهى عن الصلاة فيه قبل أذان الظهر بعشر أو ربع ساعة. لما؟ لأن جهنم تسجر فيه. لو قال قائل: أليست الصلاة داعية إلى أن يكون المسلم مرضيا لله عز وجل فيتناسب مع تسجيرها؟ فيتناسب مع تسجيرها. بعض الناس قد يقول: لماذا ينهى عن الصلاة لما تسجر جهنم؟ تسجير جهنم هذا يدل على ترهيب وتخويف من الله عز وجل. ألا تكون الصلاة مناسبة؟ فأصح الأجوبة هنا أن الصلاة طلب، الصلاة طلب، ولله المثل الأعلى. والملك حال غضبه لا يطلب منه ولا يستحسن أن يطلب منه، وهنا نهي عن الصلاة. ولذلك في حديث الشفاعة في الصحيحين، في حديث الشفاعة الكبرى، طلب الناس من الأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله لكي يفصل بينهم في القضاء. فماذا كانت الأنبياء تقول؟ تقول: إن الله، يعني هذا ليس وقتا للشفاعة منا نحن. لما؟ قالوا: إن الله غضب غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده حتى يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيسجد لله عز وجل، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع.